الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرقنا بمحاضرتنا السابقة بشرح برنامج المايكروسوفت وورد، تعرفنا على الواجهة الرئيسية المكونة للبرنامج، وشلون ننشئ ملف جديد، وأيضا تعرفنا على شلون نفتح برنامج المايكروسوفت وورد، وأيضا أخذنا شلون ندرج ناس، والآن وصلنا إلى كيف يتم حفظ المستند. الآن خلينا نرجع لبرنامج المايكروسوفت وورد. خليني نتعرف شلون ناخذكم فد نظرة سريعة على القوائم الموجودة عندنا والأدوات. طبعا هذا شريط القوائم مرتبط ارتباط أساسي بشريط الأدوات، يعني إذا تضغط على القائمة فالأدوات مالتها راح تطلع بشريط الأدوات، صار واضح؟ فخليني نتعرف عليهم بسرعة عالية يعني، أو بشكل موجز حتى نرجع للمحاضرة. خلينا نبدأ بقائمة الفايل. قائمة الفايل بها الخيارات الآتية: أولاً هوم، هاي إنه تعرض الشكل الأساسي للبرنامج أو إنه الواجهة الرئيسية للبرنامج. إذا ضغطنا على مثلاً النيو، هاي إنشاء ملف جديد اللي هو إنشاء ملف وورد جديد يعني. والأوبن إذا ضغطنا عليها، إذا كان عندك ملف وورد سابق تريد تفتحه فيطلع قدامك، صار واضح؟ شنو معناها؟ هاي الاوبن اذا عندك ملف مال وورد سابقا موجود عندك وتريد تعدل عليه فمن خلال الاوبن. الانفو، هاي انفورميشن مالك علاقه بها. السيف، هنا حفظ على ملف موجود سابقا، يعني عندك ملف سابقا فتحته وعدلت عليه وتنطيه سيف، يرجع يسيف لك الملف، صار واضح؟ او من خلال هذه الاداه ايضا تضغط على سيف. اللي بعدها هي سيف از. سيف از فرق عن، لازم تفرق بين السيف والسيف از. السيف حفظ على ملف موجود سابقا، السيف از حفظ باسم جديد، يعني اذا عدلت على الملف او تنطي سيف از يحفظه بملف جديد. البرنت هي خيارات الطباعه وشلون تطبع، اذا اردت تطبع ما اعرف ايش، هو تحدد مثلا عدد الاوراق وغيرها، او انه نوع الورقه اي 4 اي 3 غيرها، وتنطي برنت يطبع. هاي اذا كان الوورد مالتك او الحاسبه مالتك مربوطه بطابعه. والشير هي مشاركه مع البقيه. اكسبورت هاي مثل الاستخراج يسموها. والكلوز هاي يغلق البرنامج. هذني الاكونت، اكونتك الحساب مالتك اللي موجود بالمايكروسوفت وورد، العفو مايكروسوفت، شركه مايكروسوفت ايضا مخليه خيار متاح لك انه تنشئ حساب بها حتى تقدر تخزن بياناتك عليه. نرجع للقائمة اللي بعدها، قد تكون قائمة الهوم هي من أهم القوائم الموجودة ببرنامج الوورد، باعتبار أنه أكثر المعاملات النصية تتعامل مع قائمة الهوم، صار واضح عيني؟ خلي نبدي بهذه القائمة، يعني هذا الجروب. طبعا شريط القوائم يتكون من جروبات مقسمة، يعني مثلا هذا الجروب جروب الخط، هذا الجروب جروب الفقرة يسموه، أو الفقرات الجراف، وهذا الجروب هو جروب الستايل او الديزاين، المظهر الاساسي مال شو اسمه النص. خليني نجي لهذا الجروب. هذا الجروب، العفو، هذا الجروب هو هاي المجموعه اللي هي مجموعه النسخ واللصق، صار واضح؟ هسايل كات مثلا اذا عندنا نص مكتوب هنا، هسه كتبنا هنا نص، واذا كان مثلا هذا النص نريد نحدده وننطي كات قطع النص، نرجع ننطيب، نرجع ننزله نفسه، وايضا اذا حددناه نقدر انه نسوي له مثلا كوبي فقط، صار واضح؟ الفرق ما بين كوبي وكات هي انه الكات تقطع النص من الاساس، يعني تشيله دوم، والكوبي لا، تاخذ فقط نسخه من عنده، صار واضح يعني؟ هذا الجروب اللي هو جروب تنسيق الخط، شنو يعني؟ يعني مثلا اذا حددنا هذا النص واجينا هنا، هذا هو نوع الخط، صار واضح؟ انه تغير بنوع الخط، مثلا هذا الخط الكوفي وغيره من انواع الخطوط، صار واضح؟ هذا نوع الخط. هذا حجم الخط، حجم الخط، صار واضح؟ هذا حجم الخط. ايضا بامكانك انه تتحكم بحجم الخط من هاي الاي الصغيره والكبيره، صار واضح؟ هذا ايضا حجم الخط. نجي الى هاي، هاي تستفاد منها بالانجليزي، انه الحروف الاوليه تريدها مثلا يسموها هنا شلون، مثلا تريد الجمله كلها كابيتال، تريد الجمله كلها سمول لتر،
كابيتال لتر سمول لتر، او تريدها باول حرف، اول حرف هو كابيتال والباقي جمله، يعني يسموه السنتنس كيس، يعني بمعنى انه جمله عباره عن جمله، يعني اول حرف كبير والباقيات صغار. بعدها شنو هو؟ هاي البولد تنطينا سمك للخط، وهاي تجي على مائل الاي الايتاليك، وهاي تخلي جواه خط، وهاي تشخط مثل التشخط فوقها خط، وهاي نستفاد منها بالمعادلات الرياضية، إذا مثلا عندنا فد رقم معين فوقها رقم آخر، وهذه تنسيق للخط يعني ألوان. إخوان لازم تفرق بين هاي لون الخط، هاي الأي تنطيك ألوان الخطوط، صار واضح؟ هاي اللي هنا اللي بصفها اللي هي التكست هايلايت كولر، هاي مو لون الخط، هاي لون الخلفية مال الخط. شفت شلون؟ إذا لازم تميز بين هاي وهاي، اللي هي هاي الفونت كولر، هاي الهايلايت تكست هايلايت كولر، صار واضح؟ هسا احنا خلي نرجع نو كولر. بعد شنو؟ ها هسا ننتقل للي بعدها، الفقرة اللي يسموها فقرة الجراف. فقرة الجراف بيها ذني كلش مهمات، اللي هن مثلا إذا عدنا فد نقاط معينة، هسا إذا نضغط عليها هاي فهرسة يسموها، الفهرسة مثلا، أو نريدها مثلا 1 2 3، اللي بعدها من تضغط أنتر ينطيك رقم 2، صار واضح؟ هاي يسموها الفهرسة. خلينا نرجع خطوة بعد خطوة. إيه هاي الفهرسة، يعني عمليات الفهرسة، إذا عدنا مثلا نقاط أو تعداد ننطي من ذني، مثلا نريدها 1 2 3، أو نريدها على شكل نقاط، على شكل صح، على شكل دائرة، وغيرها من الأشكال، صار واضح؟ أما إذا أجينا مثلا لأنواع الخطوط، أنواع الفهرس، تريدها A B C، تريدها ألف باء تاء، تريدها حروف يونانية وغيرها، صار واضح؟ الشيء الآخر جدا مهم أيضا هو الأليجنت يسموه، اللي هو محاذاة النص، تريده من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين، أو في المتوسطة، أو في الوسط، يعني بموسطة النص، صار واضح؟ هاي أيضا مهمة، يسموها دائما نستخدم هاي justify. justify تخلي أطراف النص منا ومنا متساويات، يعني يجن حد واحد، justify أيضا ركزوا عليها. هاي اللاين جرافينج سبيس، هاي شنو بالله، خلي اوضحها لكم، خلي انزل سطر هنا مثلا كترول في، هذا النص اللي جواه اللاين سبيس يا اخوان، هاي اللاين سبيس يسموها، هاي تنطيك التباعد ما بين السطر والسطر الاخر. يعني شلون؟ يعني مثلا اذا حددنا هذا السطر هذا السطر، وجينا على اللاين سبيس، شوف هذا حجم، انه تخلي تباعد ما بين سطر وسطر اخر، واضحة؟ هاي ايش يسموها؟ يسموها line and graphic space. هاي ايضا الليجن محاذات، هذا اذا اردت تقلب النص من العربي الى الانجليزي، من الانجليزي الى العربي، صار واضح؟ او انه من اليسار الى اليمين، من اليمين الى اليسار، هذه ترتيب يسموه sort. sort هنا يعني شلون اقول لكم، من الأعلى إلى الأسفل، من الألف إلى الزاء، من الألف إلى الياء، يعني ترتيب، صار واضح عيني؟ هذا الترتيب. ننتقل إلى الستايل أو المظهر. هاي إنه شلون أقول لكم، الستايل مال الناس، يعني فد ستايل ينطيك للناس، صار واضح عيني؟ فد ديزاين للناس. اللي بعدها قائمة جدا مهمة، اللي هي الفايند، موجود بها والريبليس والسيلكت. الفايند اذا كان مثلا عندك كتاب كامل موجود بالوورد، وتبحث لك عن جمله معينه، فتنطي فايند، وتكتب مثلا، تكتب مثلا هنا اهلا، راح يبحث عنها وقال لك هاي الاهلا، صار واضح؟ هاي ما تفيدني بهذا النص، بس تفيدني بالنصوص الكبيره جدا، واضح عيني؟ هاي بعد شنو، خلي نرجع للقائمه الهوم. الريبليس هو استبدال نص مكان نص اخر، واضحة؟ إذا حددنا كلمة أو جملة معينة وانطيناها replace، نستبدلها مثلا شيء بدال شيء. select هي تحديد النص، إنه يا نص تريد تحدده. هاي ما موجودة، قد يكون ببرامجكم، لأن أنا منصبها بالبرنامج. الآن ننتقل على قائمة الانسيرت.
قائمة الانسيرت اي شيء تريد تضيفه او اي شيء تريد تدرجه داخل الوورد تلقاه بقائمة الانسيرت اللي هي بالعربي قائمة الادراج. صار واضح عيني؟ هسه مثلا اذا اجينا الهاي هي الكفر بيج يسموها، انه اذا مثلا تريد تسويها هاي الصفحة هي صفحة عنوان. صار واضح؟ هي صفحة عنوان هاي الكفر بيج يسموها. اذا كان عندك كتاب معين وتريد تنطيه فد كفر معين اذا اختارت فينطيك كفر او صفحة عنوان رئيسية للناس. شوف هسه انطاني الصفحة الاولى هي ككفر بيج، والصفحة اللي بعدها النص اللي كتبناه احنا. صار واضح؟ اللي بعدها بلانك بيج، انه انطيني صفحة فارغة بصف هاي الصفحة. يعني هسه مو انطينا، اذا مثلا كتبت هاي اهلا بالطلبة الاعزاء وتريد خليت الناس وتريد صفحة جديدة، فاش تنطي؟ تنطي بلانك بيج، ادرج لك صفحة اخرى فارغة. صار واضح عيني؟ اللي بعدها هي البيج بريك. البيج بريك اخوان هاي تقطع البيج مالتك، يعني شلون اقول لكم تسويها اثنين او تسويها ثلاثه، يعني هذا بريك انه هاي بيج حتى لو بنفس البيج نفسها يقطعها لك انه حتى البرنامج يحسبها ورقه اخرى. اخوان هذا ايضا جدا مهم، خلينا نرجع من جديد الانسيرت. هذا ايضا جدا مهم اللي هو انسيرت تيبل، ادراج جدول. صار واضح عيني؟ ادراج جدول للبرنامج، يعني يا اما انه انت تختار احجام الصفوف والخلايا، يا اما انت تقول له انسيرت، يا اما درو تيبل واني ارسم التيبل. صار واضح عيني؟ اذا درو تيبل انت ترسمه بايدك، اذا منا فانت تحدد الجدول اللي تحتاجه. صار واضح؟ هذا هو الانسيرت تيبل. اللي بعدها هو insert picture، شلون اقول لكم ادراج صوره. بعدها اونلاين بيكتشر، جيب لك اونلاين بيكتشر يعني يجيب لك صوره من النت. وانسيرت شيب اللي هي ادراج الاشكال. وبعدها مثلا الايكونز، هنا شلون اقول لكم فد ايقونات او اشياء ثابته موجوده ببرنامج المايكروسوفت وورد. هسه ما النت ما موجود او انه ما متصل كان نزلها. السمارت ارت هنا فد اشكال معينه، اذا مثلا عندك فد تعداد معين وتريد تسويه بشكل معين، مثلا قائمه او غيرها من النصوص، مثلا تريدها سايكل شايفيها. يمكن انتم بالاشكال مثلا دوره حياه الشيء المعين، مثلا دوره حياه النبات شايفيها، مثلا يكتبون هيك وهيك وهيك. صار واضح عيني؟ فهذا هو السيركل. اذا انطينا انسيرت شوف ادرج لك هنا، وبامكانك تعدل على النصوص كما تشاء. واضح عيني؟ نرجع نحذفه، نرجع على قائمة الانسيرت. المهم هذا ادراج شارت المخططات، شايفينها مثلا التعداد السكاني وغيرها شلون يخلوها لكم، يخلوها على شكل اشكال. وهذا هو ادراج الشارتات اللي هي المخططات اللي يحتاجها مثلا جماعة الاحصاء وغيرها. سكرين شوت هذا ياخذ لك لقطة لشاشة البرنامج الوورد. صار واضح عيوني؟ اللي بعدها الدوكيومنت ايتم، اذني مو جدا مهمات، مو جدا مهمات. خليني نجي مثلا هذا اونلاين فيديو، اذا اردت تضيف فيديو اونلاين اضيفه على الوورد. لينك اذا اردت تضيف فد رابط معين. كومنت اذا اردت تضيف فد تعليق هنا يظهر امام النص، مثلا اذا كتبنا هنا اسمي مثلا فراح يطلع انه هذا كومنت. خلينا اذا ضغطنا هنا طلع النص. شوفوا هاي ايضا خاصية حديثة انضافت ببرنامج الوورد. هنا أنا اخوان هاي ايضا جدا مهمة، الهيدر اللي هي شلون اقول لكم الاعلى مال النص شلون يكون، مثلا شنو تريد تكتب فوق. شايفين مثلا يكتبون هنا تايتل وتاريخ، مثلا اذا بالكتب الرسمية شو تكتبون، مثلا هنا يكتبون العدد وهنا يكتبون التاريخ، مو صح؟ صار واضح عيني؟ فهذا يسموه الهيد مال النص، فنكتب هنا العدد والتاريخ. واذا اجينا للصفحة اللي بعدها، مثلا اذا انشأنا صفحة بعدها راح ينشأنا تلقائيا انه هذا الهيدر مالتها او انه هذا النص التلقائي مالتها. نرجع على الانسيرت. الفوتر هاي اللي جوا هسه احنا مو خلينا الهيدر فوق يعني بالاعلى، الفوتر اللي هي جوا مثلا رقم الصفحة. شوفوا خلى لك انه هاي بيج 1 رقم الصفحة. نرجع عن جديد. اللي بعدها البيج نمبر، هذا جدا مهم ايضا، اللي هو عدد الصفحات.
تريده بالاعلى، تريده بالاسفل، تريده بالوسط. شوفوا شلون، يعني شنو معناها؟ يعني هسه هاي التوب اوف بيج، بمعنى انه تريد رقم الصفحه بالاعلى او انه بوتن اوف ذا بيج بالاسفل. باسفل الصفحه شلون تريده؟ تريده بيمين الناس بالوسط. هسه اذا اجينا لها، اذا ثبتنا هيك واجينا، شوف باعوا هنا يقول لك تريده باليسار باليمين، تريده بالوسط الرقم، تريده باليسار، او تريده هيك مكتوب بيج اوف وان. المهم ذني ستايلات يسمون، صار واضح؟ بس جدا مهم هذا اللي هو رقم الصفحه، صار واضح عيني؟ اذا هاي البيج نمبر هي ارقام الصفحه. هذا ايضا مهم اخوان تحتاجوه دائما، اللي هو التكست بوكس، اللي هو مثلا اني عندي صوره واريد ادرج فوقها نص. الصوره ما ليس بامكانك انه تدرج فوقها نص، بس اذا ضغطنا على التكست بوكس واختارينا تكست بوكس، هذا التكست بوكس شنو هو؟ هو ادراج نص. هم نرجع نكتب اهلا بكم، انا ما اقدر اكتب غير جمله لان البرنامج يقطع، انا مخلي له حرف اس، هو انه يقطع برنامج تسجيل يقطع، فما اقدر اضغط غير هاي الكلمه. مثلا هاي اهلا بكم من خواص التكست بوكس انه بامكانك تتحكم به، مو مثل النص انه ما تقدر، هذا تتحكم به وين ما تريد تخليه تقدر تخليه، صار واضح؟ من خواص التكست بوكس. نرجع على قائمة الانسيرت ايضا. طبعا انا اشرح على عجالة حتى الوقت ما يصير هواي والمحاضرة ما تصير مملة، صار واضح؟ هذا التكست بوكس. خلينا نحذفه هذا بعد، خلاص ما احتاجناه. اخوان هسه وين وصلنا؟ وصلنا الى الادت سيجنتشر، اضافة فالتوقيع. اذا توقيع ما انتك تريد تضيفه، فادت سيجنتشر هي اضافة توقيعك، او انه اضافة خط التوقيع يسموه، يضيفون هنا نضيف السيجنتشر مالتك شلون يكون وغيرها من التفاصيل. اخوان ذني جدا مهمات ذني اللي هن اخر شيء بالانسيرت، اللي هن الاكويجن والسمبل. الاكويجن اضافه معادلات الى برنامج الوورد. برنامج الوورد مثلا اذا ردت تضيف الجذر التربيعي، فالجذر التربيعي ما موجود بكيبورد الحاسبه، وين تلقاه؟ تلقاه بالاكويجن، صار واضح عيني؟ شوفوا وهاي معادلات جاهزه جاي يعرضها لك، يقول لك بس عدل عليها، صار واضح؟ او مثلا هذا ما اعرف شو يسموه، هذا يمكن علامة التكامل بالرياضيات او علامة التفاضل، علامة التكامل يمكن اتذكر هيك. فضيفه معادلة يضيفها لك، ضفنا معادلة وبامكانك انه تكتب بها، تغير انه هاي مو اي، مثلا تخلي هذا رقم 2 اس 2 وهاي 5 اس 2 وهاي 7. فهذا جدا مهم اخوان، هذا جدا مهم اللي هو شنو؟ طبعا بامكانك انه تتحكم ايضا بالمعادلة وتخليها لاينر، تخليها غير شيء، صار واضح؟ هذه كيفية إضافة كنترول زد، هذه كيفية إضافة المعادلة. نرجع من جديد، هذه المعادلة وهذه سمبل، أشكال معينة مثلا بالرياضيات تريدها ما موجودة بالكيبورد، وين تلقاها؟ تلقاها بالسمبل. إذا ذني مو كافيات، مثلا هاي الباي ما موجودة، أو إنه هاي العلامة او الدلتا هاي مثلا، او الانفينيتي، علامة الشحنات، صار واضح يعني؟ اكبر او يساوي، اصغر او يساوي، صار واضح؟ اذا اردت اكثر عمليات فهاي يسموها المور سمبل، اللي هي تستخدم بالاكثر بالرياضيات، او علامة الدولار مثلا او غيرها، صار واضح يعني؟ وتنطيها انسيرت، مثلا اذا اخترنا هاي علامة التعجب وانطيناها انسيرت ادرجها لنا، واضح يا شباب؟ هذه هي قائمة الانسيرت. قائمة الانسيرت جدا مهمة يا اخوان، جدا جدا مهمة. هسه خلصنا قائمة الانسيرت، نجي على قائمة الديزاين. اخوان الديزاين اللي هي من اسمها ديزاين، هي قائمة التصميم، او انه قائمة شلون اقول لكم الستايل، المظهر الخارجي للصفحة شلون يكون، او انه الصفحات اللي عندك بالوورد شلون تكون. هاي ديزاينات او ستايلات ثابتة، اللي هنا دوكيومنت فورماتنج، اللي هن تنسيقات النص او تنسيقات الوثيقه شلون يكون. مثلا تريده هيك، تريده هيك، تريده هيك، ما اعرف ايش شلون تريدونه، خلينا نخلي هذا مثلا كلش حلو. اللي بعدها الكولر مال الصفحه شلون تريده، او انه النصوص مالتك شلون تريد الالوان مالتها، صار واضح؟ هذه الالوان مال النصوص شلون يكون، واضحه طلاب؟ واللي بعدها هو الفونت،
اللي هو الخط شلون تريده وبأي نوع من الخطوط تريد. هذا هو نوع الخط، نوع الخط واضح. هاي فد افكتات شلون مثلا النص يجي هيج، النص ينزل، النص يصعد، صار واضح. الشيء المهم جدا هذا الووتر مارك، هذا جدا مهم. شايفين بعض الكتب مثلا اذا ينطوك فد امر اداري، ينطوك فد اجازه، يخلون الشعار مال الكليه او يخلون يكتبون فد نص معين، شايفين مو صح؟ هذا يسموه الووتر مارك. هسه مثلا اذا نريد نضيفه احنا، ما اعرف ليش ما طلع هنا، بس خلي اضيفه. هذا الووتر مارك. اذا ردنا نعدل عليه مثل ما ذكرنا، اذا ردنا نعدل على العلامه مثلا نكتب مثلا القسم او غير شيء، فنجي على الووتر مارك ونختار على الكوستم ووتر مارك، يعني انا اسويها بنفسي، ونرجع انه نختار هاي اللغه مالته ونريد نعدل عليها. مثلا نكتب ايش نكتب مثلا، اكتب اسمي من جديد. يعني حتى لا اوصل لحرف السين، حتى لا يقطع التصوير، ما اقدر اكتب غير شيء. المهم هذا مثلا اذا انطيناه اوكي راح يكتب انه راح يصير فد ووتر مارك، او انه بامكانك شو تخلي شعار الكليه او غير شيء او اسم الدائره. فهذا جدا مهم الووتر مارك، انه اذا كتبنا فوق النص راح يكون عادي او طبيعي موجود جوا النص. هاي موجود بالكتب الرسميه، صار واضح. بعدها هو البيج كولر، شلون تريد لون الصفحه، الصفحة كاملة شلون لون تريد تغير لونها او غير شيء، صار واضح. و هسه خليها نو كولر. هذا اذا هذا البيج كولر لون الصفحة، وهذا هو البيج بوردر اللي هو اطار الصفحة، شلون تخلي اطار للصفحة. مثلا تضيف اطار وتختار من الاشكال، مثلا دائما احنا نخلي ال 3D، ومثلا نخلي هذا هذا، تختار انه منها تختار من الاشكال وتنطي اوكي، ضاف لك فد اطار للصفحه. واضحه عيني؟ هذه هي قائمه الديزاين. بعد ما كملنا قائمه الفايل والهوم والانسيرت والديزاين، راح نبدا باللاي اوت والريفرنس وذني. بس خلي اقطع الفيديو وافتح فيديو اخر حتى يكون سهل عليكم انه تتصفحوا. اشوفكم بالفيديو القادم.